صباح الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الاقتصادي. والبداية بشأن الطاقوي، أين أكدت وزارة الطاقة والمناجم أمس الأربعاء في بيان لها أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدر إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود ستعتبر إخلالا بالتزامات التعاقدية، وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط صون بزبائنها الإسبان. جاء هذا بعد أن تلقى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أمس بريدا إلكترونيا من نظيرته الإسبانية تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز وحسب جاء هذا حسب الوزيرة الإسبانية فإن الشروع في هذه العملية سيتم اليوم أو غدا حسب ذات البيان. إذن مشاهدينا، للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل الطاقوي الأستاذ أحمد طرطار. صباح الخير أستاذ، أهلا بك. مرحبا، أهلا وسهلا بك بمشاهديك الأعزاء. نعم، إذن أستاذ أحمد طرطار، وزيرة الطاقة الإسبانية تبعت برسالة لوزير الطاقة تبلغه من خلالها بقرار إسبانيا القاضي بترسيخ التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، وأن الشروع في هذا سيكون بداية من اليوم. كيف يمكن أن نقرأ هذا القرار، وهل ربما هل يمكن القول أن هذه الرسالة تبدو نوعا ما غامضة بحكم أنه لا نعلم ربما هل الوزيرة تقصد الغاز الجزائري أم الغاز النيجيري أم غيره؟ تفضل. هو بالحقيقة يمثل نوع من العجرفة الإسبانية وعدم تقدير يعني العقود القائمة بين الطرفين، بحكم أن هذه الأمور تربطها عقود، والعقود واضحة المعالم ومحددة بحيث يتم تدفق الغاز الجزائري من الجزائر إلى إسبانيا ويتم استغلاله من طرف إسبان دون إمكانية لإعادة بيعه أو إعادة إرجاعه للغير. وهذا الأمر أعتقد كان واضحا غداة إلغاء الخط المغرب العربي في 31 أكتوبر الماضي، وكان واضح بالنسبة للجزائر، وأبدت يعني الجزائر نوع من الامتعاض من أي إمكانية لإعادة تدوير الغاز الجزائري صوب المغرب، باعتبار أن المغرب هي المتسببة في غلق المعبر الأول، وعندئذ يصبح هذا نوع من يعني العجرفة الإسبانية، أولا من خلال يعني العودة على مواقفها السابقة تجاه قضية الصحراء الغربية، من خلال هذه الرسالة المجهولة، والحقيقة أنه الأمور هذه لا تدار من خلال رسائل إيميل أو رسائل الواتساب أو غيرها، تدار من خلال يعني نوع من التفاوض، نوع من الجلسات، نوع من أقل حاجة نوع من التخابر عبر الهاتف. نعم، خاصة أستاذ لما تتدخل فيها وزيرة الطاقة الإسبانية، ونحن نعلم أن هذه العقود مبرمة بين شركة سوناتراك ونظيرتها الإسبانية. نعم. ما ربما هذا يعني بالنسبة للتأطير السياسي أنه دائما وبدلا يكون من الحكومات، وعندئذ يكون يعني توافقات دائما كما تبدأ في سياق بدايتها تبدأ مع بين الحكومات. أيضا حتى في مثل هذه الحالات يمكن يكون هناك تفاهم بين الحكومات من خلال مثلا سعي الطرف الإسباني مع الجزائر لإقناعها أو ما شابه ذلك بهذا الأمر، وعندئذ تأتي التفاعلية بين يعني المعنيين مباشرة اللي هي شركة سوناتراك والشركة الإسبانية المعنية. أما الآن بهذه الصورة كأن إسبانيا تدوس على القيم، أولا تدوس على العقود، ثانيا وتدوس على الجانب الأخلاقي اللي هو لا يمكن مخاطبة وزير قطاع كامل ويحمل السيادة الجزائرية بإيميل مرسل بأننا سنفعل كذا وسنفعل كذا. هذا الأمر يعني غير مقبول البتة، وفي الحقيقة يمثل نوع من العجرفة الإسبانية، واللي هي سوف لن تصل إلى مداها مهما كان، حكم الجزائر سيدة في هذا الموقف، وأنه يعني القرار السيادي
قائما دائما وابدا في الجزائر، خاصه اذا تعلق بهذا يعني المنتوج المهم، المنتوج اللي هو مثل عصب الجزائر اللي هو المنتوج الطاقه. نعم. بالحديث استاذ عن هذه العقود التي تبرم بين الشركاء الجزائر في المجال الطاقوي، نتحدث ربما هل يمكن القول اليوم انه نظام المخزن يستنجد بالشريك الاسباني لتموين ربما اكفاء حاجياته من هذه المواد الطاقويه، ونتحدث عن الغاز؟ هذا الامر قلناه سابقا، قلنا انه المغرب سيلجا لاعاده تدوير الغاز الجزائري، ويتطلب الامر اعاده تهيئه الانبوب اللي على مدار 6 اشهر، فعلا يعني من اكتوبر الى الان هي 6 اشهر تحديدا، وبالتالي الجانب التقني توفر من خلال المغرب وسعي المغرب لهذا الامر. ثم ان سعي المغرب هذا لن يتوقف فقط انا مع الشريك الاسباني، شفنا الان عمليه سطو على الخط اللي كان المفروض رايح يربط بين او يمرر الخط الغاز النيجيري صوب اوروبا عبر الجزائر، والتوافقات اللي وقعت، والان في هناك سعي حثيث من طرف المغرب لاعاده توجيه هذا الخط صوب 11 دوله ومن خلالها المغرب، وعند اذن يكون المستفيد الاكبر المغرب. اذا بالنسبه للترهات المغربيه دائما وابدا موجوده، وسعي دائما وابدا يسعى لافشال كل يعني ما من شانه ان يعطي نوع من المصداقيه للجزائر، ويعطي نوع من يعني الثبات في مواقفها، خاصه مواقفها السياسيه والدبلوماسيه اللي هي دائما وابدا ثابته تجاه يعني قضايا الشعوب، وخاصه قضيه الصحراء الغربيه. طيب أستاذ، في حال أن الوزيرة الإسبانية تقصد ربما الغاز الجزائري، كيف وتقوم الجزائر بفرض هذه العقوبة على إسبانيا؟ ما هو مصير الدول الأوروبية في ظل الشح يعني المعروض من الغاز الروسي؟ بالنسبة للدول الأوروبية الآن كل طرف يحاول أنه يجري نوع من المفاوضات متبادلة بينه وبين الجزائر وبين بقية الدول الأخرى اللي عندها باع في المجال الطاقوي بصورة عامة. الآن الإشكالية قائمة في إسبانيا تبقى في إسبانيا، أما بالنسبة لإيطاليا فالأمر منتهي، بالنسبة لفرنسا، بالنسبة لبعض الدول الأخرى الأمر منتهي، ويعني العقود الآجلة قائمة، والغاز الجزائري متدفق صوب هذه الدول، وعندئذ يبقى الآن إمكانية استزادة مثل ما تطلب الآن مثلا إيطاليا في حدود 4 مليار متر مكعب، هذا خاضع لتوافقات ومفاوضات وكذلك مراعاة للطرف الآخر اللي هو الشريك الاستراتيجي الروسي، بما يؤدي إلى نوع من يعني نقدر نقول حاس الموضوع بين الطرف الروسي باعتباره شريك استراتيجي للجزائر، وبين الجزائر وبين الطرف الإيطالي باعتباره أيضا هو شريك واعد ومستثمر إيجابي، عن خاصة من خلال شركة بياني في الجزائر. إذن شكرا لك أستاذ أحمد ترطار على هذه المداخلة. مشاهدينا، نواصل بقية هذا الموعد الاقتصادي، أين يتوقع خبراء أن تؤثر